في خطوة قد تعمق الأزمة السياسية وتزيد هوة الفراغ الحاصل في المنظومة العسكرية في البلاد رفض الرئيس الأرميني أرمين ساركسيان الخميس التوقيع على مرسوم بالموافقة على تعيين قائد جديد للجيش الرئاسة الأرمينية أوضحت عبر بيان أن رئيس الجمهورية رفض ضمن إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم وإشارت إلى أن التغييرات المتكررة في الموظفين لا تحل الأزمة بدوره أوضح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان أن تعيين أرتاك دافتيان لمنصب قائد الجيش يأتي عقب بدء سريان عملية عزل رئيس الأركان المقال أونيك جاسباريان فيما أشار الأخير إلى عدم شرعية قرار باشنيان ودستوريته رافعا دعوى قضائية بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا الجنرال المقال كاسباريان أكد أيضا أنه باق في منصبه داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إقالة الحكومة ورئيسها وشهدت الحكومة الأرمينية مطالبات من هيئة الأركان العامة للجيش والمعارضة الأرمينية بتنحي رئيس وزرائها على إثر ما اعتبروه هزيمة عسكرية لأرمينيا أمام أذربيجان في معارك إقليم آرتساغ العام الماضي لكن رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان اعتبر المطالب باستقالته بمحاوله انقلاب ضده وقام على اثرها بعزل رئيس الاركان الامر الذي اجج الصراع والازمه بين الحكومه والجيش الارميني